بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة من عالم الطيور. أيوة، من عالم حقيقة علمية، هحكي حقيقة علمية من عالم الطيور مفيدة لينا. الصقر، عارفين الصقر؟ مخالب رهيبة ومنقار رهيب وبيقتنص الفرايس وحاجة، بس الصقر فيه حقيقة علمية عجيبة قوي. الصقر ممكن يعيش يكون عمره 40 سنة، وفي أنواع من الصقور بتعيش لسن 70 سنة. إيه ده؟ يعني قد عمر الإنسان؟ أنواع من الصقور، بس إزاي يعني؟ في ما هو أصل الصقر على ما بيوصل لسن 40 بيبدأ يحصل له حاجة عجيبة قوي. إيه يحصل له؟ إيه؟ ريشه يبدأ يلزق في بعضه، مش قادر يطير، وتبدأ مخالبه ما عادتش قادرة إنها تبدأ بقى تضعف وتعجز، ومنقاره فما عادش عارف يصطاد وما عادش عارف يطير، فيموت. يموت بسبب عدم القدرة على الصيد والطيران، ده في سن الأربعين. إلا نوع من الصقور عنده تحدي. القصة دي أنا بحكيها للشباب، قصة من الحياة، من الطيور، من خلق الله سبحانه وتعالى. في نوع تاني من الطيور يفضل عايش للسبعين. إزاي أنت مش بتقولي كل الصقور في سن الأربعين المخالب بتبوظ والمنقار بيبوظ والجنيحة بتلزق بتبقى مش قادرة تطير؟ أيوة. طب إزاي بيكمل السبعين؟ النوع ده بيعمل حاجة عجيبة جدا. أول ما يوصل لسن الأربعين ويدرك إن هو خلاص ما عادش قادر يكمل، يقوم عامل إيه؟ يقوم مصطاد فريسة كويسة، أرنب ولا بري ولا حاجة، وياخده ويطير بيه على أعلى قمة جبل من الجبال، علشان ده هيبقى غذائه لمدة 150 يوم. 150 يوم ليه؟ عملية تجديد شاملة لنفسه. إزاي؟ يبدأ ينتف ريشه، هو بنفسه اللي يشيل ريشه. أيوة. أنا بحكي يعني الكلام اللي أنا بحكيه لكم ده، تخش على القناة بتاعت ناشونال جيوغرافيك والحاجات اللي بتحكي حياة الطيور والحاجات دي، تشوف أفلام على اللي أنا بقوله. يبدأ ينتف ريشه، ينتف ريشه، ينتف ريشه، يشيل ريشه خالص، ما عادش قادر يطير خالص، بس هيطلع من أول وجديد. وبعدين يجي في الصخور ويبدأ يكسر مخالبه، سبحان الله، عشان يعمل عملية تجديد شاملة. ويجي في الصخور ويقوم مكسر منقاره ويقعد كده من غير لا جناحة ولا خرابيش ولا أي حاجة في قمة جبل، عشان محدش يصطاده، وغذائه اللي هو اصطاده بعد 150 يوم تطلع مخالب جديدة، يطلع منقار جديد، يطلع ريش جديد، يرجع جدد شبابه ويطير وينطلق ويكمل 30 سنة كمان علشان يمد عمره مدة طويلة جديدة. ياه، ايه بحكي الحكاية دي ليه؟ اوعوا تيأسوا يا شباب، انحط في الصخر. عارف كلمة انحط في الصخر؟ هو كان بيعمل كده لغاية ما يكسر مخالبه. انحط في الصخر، اتعب شوية، الحياة صعبة. طبعا الحياة صعبة علينا كلنا، في العالم كله، على الشباب في العالم كله، مش بس في بلادنا. هي دي قصة الحياة الآن، الحياة بقت صعبة جدا. انحط في الصخر، جدد نفسك. يا ناس يا اللي بتقول أصل أنا قعدت أذاكر لغاية ما خلصت الكلية دي وتعلمتها، هو ده اللي أنا بتعلمه. الصقر، خليك زي الصقر وجدد ريشك وتعلم حاجة جديدة وابدأ من أول وجديد. أصل أنا حوشت الفلوس وضاعت مني كل الفلوس، ابدأ من أول وجديد. قصة الصقر اللي بيبدأ من أول وجديد عمره بيطول، واللي بيستسلم ويقول خلاص ما عادش في حاجة أقدر أعملها بينتهي وبيخلص. اتفرج على الصقر واسأل نفسك، أنت صقر من اللي عمره طويل ولا عمرك قصير؟ ما تستسلمش، والله ساعتها هتسعد ببسمة أمل في حياتك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.